واش فايت لكم سمعتوا فيلم الرعب الشهير اللي سميتو سكريم؟ الناس اللي مازال ما تفرجوش في هذا الفيلم ما تخافوش، ما غاديش نحرق لكم، غنقول لكم غير الفكره العامه. هذا الفيلم كيهضر على واحد السيد كيدير هذا الماسك وكيقتل الناس بطريقه خايبه بزاف. اللي كيصدم ان القصه ديال داك الفيلم مستوحات من قصه حقيقيه، يعني وقعات في هذا العالم اللي كنعيشوا فيه، وهي اللي غادي نعاود لكم اليوم. كما العاده القصه فيها احداث قاصحه بزاف، فوجدوا راسكم لداكشي اللي غتسمعوه. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس جداد لي أول مرة كيجيو لهاد القناة، إلا كنتو من الناس اللي كيعجبوهم القصص الواقعية فهاد القناة دارت ليكم. كنحتوش قصص طوال السيمانة كل اثنين وخميس. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم إشعار فوق ما حطيت قصة جديدة، وبطبيعة الحال ما تنساو لي زير اللايك. ودابا بلا ما نطول عليكم في الهضرة ويلا نبداو. في 1990 كانت كتعيش واحد البنت سميتها كريستين باول. كانت داك العام ني تخدات الباك ودفعت لواحد الجامعة كاينة في جينزفيل فلوريدا. من النهار دفعت ليهم وهي كتسناهم يجاوبوها، حيث كان الحلم ديالها هي تقبل وتقرا في داك الجامعة. وما داش بزاف صفتوا ليها رسالة باللي تقبلات، وما نعود ليكمش هادشي شحال فرحها وفرح عائلتها وخصوصا باها. فسمع الخبار مشى نيشان شرا ليها سلسلة الذهب، ومنين عطاها ليها وهي كديرها ديما. المهم 1990 كريستين جمعت كاع الباجاج ديالها باش ترحل لابارتمون اللي غادي تسكن فيها حدا الجامعه اللي غتقرا فيها في جينزفيل. وفسالت الجميع ركبوا في الطوموبيل هي وباها وامها وشدوا الطريق لداك البلاصه. داك لابارتمون جايه فواحد الاقامه زوينه وكيسكنوا فيها غير الطلبه الجامعيين. كريستين كانت فرحانه بزاف ومتحمسه حيت غادي تسكن معها واحد صاحبتها عزيزه عليها سميتها سونيا وعندها 18 عام. كانت حتى هي تقبلت في الجامعه ديال جينزفيل فلوريدا، وكان داك النهار حتى هي غادي تجي وتلحق عليها لابارتمون. صافي وصلت كريستين هي الاولى وما داش بزاف، وصلت حتى سونيا مع والديها وغير تلاقاو بجوج تعانقوا فرحانين وما قداهم فرحه. ومن بعد سلموا على والديهم حيت هما غادي يرجعوا بحالهم، وديك الساعه مباشره هما مشاو للمدينه باش يشريو شي حاجه ياكلوها. وفاش كانوا راجعين لابارتمون كريستين صونات من واحد الهاتف عمومي على والديها، وفاش جاوبوها سولتهم واش وصلتوا بخير، قالوا ليها وصلنا مزيان. وسولوها واش عجبك الحال، واش عجبك الجو تما، قالت لهم عجبني بزاف وانا مرتاحه مع صاحبتي. وقبل ما تقطع قالت لهم غدا غنعاود نصوني عليكم ونعاود لكم عاوتاني شنو هو الجديد. ولكن لا غدا ليه جا، واللي كان 27 غشت 1990، وكريستين ما صوناتش على والديها. بقى النهار كله هما كيتسناو هاد صوني ولكن ما صوناتش، وهما ما يصلح ليهمش يصونيو عليها حيت مازال عاد رحلات وباقي ما ركبتش الفيكس. وبالنسبه للهواتف الذكيه راه ما كانوش ديك الساعه حيت راه حنا كنهضروا على 1990. المهم واخا بنتهم غبرات الصباح كله بقاو كيقنعوا راسهم ان البنت غادي تكون لاباس، غتكون غير خرجت مع الاصدقاء ديالها وصافي نسات انها تصوني. واصلا كانوا دايرين داك النهار واللي كان الحد انهم يمشيو عندها في العشيه باش يزوروها ويشوفوها واش استفات الباجاج ديالها، ولا كاين فاش يعاونوها يعاونوها. صافي وصلت العشيه وشدوا الطريق لجينزفيل وبالضبط الاقامه اللي كاينه فيها لابارتمون ديال بنتهم صاحبة بنتهم. ومع وصلوا دخلوا مع الباب القدامي وطلعوا في الدروج، وحتى لقاو راسهم واقفين قدام لابارتمون، قدام الباب ديال لابارتمون ديال بنتهم وصاحبتها. وقبل ما يدقوا لاحظوا ان في الباب كانوا معلقين بزاف ديال لي نوط، هكا ورقات صغار مكتوبه فيهم شي حاجه وملصقين مع الباب. فاش بداو كيقراو داك لي نوط لقاو ان اللي كتبوهم شي اصدقاء ديال سونيا وكريستين، كانوا كيعرفوهم من قبل وحتى هما تقبلوا في الجامعه ديال فلوريدا. كانوا اتفقوا الليله اللي من قبل انهم يخرجوا كاملين ويدوزوا وقيته زوينه، وجاو عندهم حتى لابارتمون وبقاو كيدقوا عندهم في الباب ولكن ما جاوبهم حتى شي واحد. وديك الساعه جبدوا دوك الوريقات وكتبوا فيهم باللي رحنا دزنا عندكم للدار وما لقيناكمش وعلقوهم ليهم في الباب. هنا الوالدين ديال كريستين بدات كتشدهم الخلعه حيت عرفوا ان البنات بجوج بهم ما بانوش من الليله اللي قبل. بداو ديك الساعه حتى هما كيدقوا في الباب ولكن حتى شي واحد ما كيحل. وباين كريستين حتى هكا ودني على الباب باش يسمع واش كاين شي صداع اولا شي حس لداخل، ولكن والو، كاين غير الثقيل والسكات. ديك الساعه مباشره هبطوا عند الكونسييرج ديال الاقامه، كان عنده واحد المكتب صغير في واحد الجنب تما. شرحوا له شنو كاين، قالوا ليه راه البنت قالت لينا غادي نصوني عليكم وبقينا كنتسناوها وما صوناتش، وجينا لعندها حتى لهنا وكندقوا في الباب ولكن ما كاين حتى شي حاجه وما كاين عليهم حتى شي خبر لا هي ولا صاحبتها. قالوا لي حنا عارفين انك يكون عندكم الدوبل ديال السوار ديال لي زابارتمون كاملين ديال الاقامه، وطلبوا منه انه يحل لهم الباب ديال بنتهم باش يشوفوها واش هي وصاحبتها بخير اولا تكون واقع عليهم شي حاجه لداخل وهما ما جايبين للدنيا اخبار. داك السيد جاوبهم وقال لهم سمحوا لي ما نقدرش نجي غير هكاك ونحل لكم الباب ديال لابارتمون ديال بنتكم، خاص ضروري نشوف مع المناجر ديالي شنو غايقول. وفعلا مشاو لعند المناجر وشرحوا ليه شنو كاين وشرحوا ليه الحاله اللي راهم فيها،
وقال لهم في الاخر واخا نحل لكم الباب ديال بنتكم، ولكن ضروري البوليس خاص يكونوا حاضرين. صافي عيطوا على البوليس وما كامل حتى 10 دقائق وصلوا واحد البوليسين للاقامه اللي فيها لابارتمون ديال سونيا وكريستين. وقبل ما يطلعوا باش يحلوا الباب ديال لابارتمون، داك البوليسي طلب من باين وماين كريستين باش يبقاو لتحت وما يطلعوش لابارتمون حتى يقولها لهم هو. وصافي طلعوا بثلاثه بهم للطاج الثاني فين كاينه لابارتمون، البوليسي والماناجر والكونسييرج. وداك الكونسييرج بدا عرمه ديال السوارت وبدا كيقلب فيهم على اين ساروت ديال داك لابارتمون ولقاها ودارها في الباب ودور وتحل. دخل البوليسي هو الاول ومع دخل لقى قدامه وسط الدار وكان فيه واحد الكنابي داير الجهه اللي ملهيه. ومور داك البوليسي كانوا تابعين الكونسييرج والماناجر وبداو ثلاثه بهم كيعيطوا على كريستين وعلى سونيا ياك ما ناسين اولا شي حاجه. بقاو غادي بشويه جهه داك الكنابي اللي كاين في وسط الدار حتى طلعوا عليه، وبقوه البشاعه ديال داك المنظر اللي كان فوق الكنابي داك الكونسييرج خرج من تما كيغوت وكيجري حتى وصل حدا الوالدين ديال كريستين وبدا كيتقيا. الوالدين ديال كريستين غير شافوه في داك الحاله قالوا 100% شي حاجه وقع لبنتنا كريستين، وطلعوا كيجريو مع الدروج ولقاو قدامهم البوليسي والمناجر وما خلاوهمش يدخلوا لداخل، ولكن حتى شي حاجه ما كانت غادي توقفهم ديك الساعه. في الاخر دخلوا وبقاو كيقلبوا الدار، وفاش مشاو جهه داك الكنابي تما كانت الصدمه. لقاو بنتهم العزيزه كريستين ميته وكرشها محلوله وكانت عريانه كامله وكانت في واحد الوضعيه مكشوفه، يعني هذا اللي صفاها ليها فسالة منها حط الجسد ديالها في واحد الوضعيه باش تبان اي حاجه عندها لهذاك الشخص اللي غيلقاها. المهم واحد المنظر غادي يكون خايب بزاف وغادي يبقى لاصق في الراس ديال والديها حتى يموتوا ويديوه معاهم للقبر. البوليسي بدا كيجرهم وكيحاول يخرجهم من الشقه ديال بنتهم حيت ولات مسرح الجريمه وما خاصهم يرونوا حتى شي حاجه. وفي الاخر بزز باش قدر يخرجهم كانوا محطمين ومصدومين بزاف. وغيخرجهم دخل عاوتاني للشقه وبدا كيقلب على صاحبتها سونيا، وغيوصل حدا بيت النعاس دفع الباب وتما لقاها حتى هي كانت ميته وعريانه وفي واحد الوضعيه اللي مكشوفه تماما بحال كريستين. صافي من تما خرج نيشان ومشى للطوموبيل ديالو هز الراديو وطلب من البوليس الاخرين يجيو لداك الاقامه حيت كاينه جريمه قتل خايبه بزاف. جاو البوليس والشرطه العلميه وقلبوا لابارتمون مزيان، واول حاجه لقاوها هي العلامات ديال شي حديده اولا شي طورنوفيس في العتبه ديال الباب، يعني هذا اللي دار هذه الفعله راه حل الباب غير بشي طورنوفيس. وثانيا لقاو حدا الجثه ديال كريستين لتحت حدا الكنابي واحد الفوطه وواحد السائل ديال التنظيف، يعني مول الفعله بدا كيمسح الجسد ديال كريستين وكاع البلايص اللي قاس فيهم باش ما يلقاوش البصمات ديالو. وثالثا لقاو في اليدين ديال كريستين العلامات ديال السكوتش، ولكن ما كان حتى شي سكوتش، يعني مول الفعله كان رابط ليها يديها بسكوتش وفاش قتلها حيد ليها داك السكوتش باش يحط الجسد ديالها في داك الوضعيه المكشوفه. ومن غير هادشي كامل لقاو ان كريستين تعرضت لاعتداء جنسي وسونيا لا، وخلاص سبب الوفاه هو الطعن حتى الموت. من بعد ما البوليس سالو تقلب مزيان استنتجوا في الاخر ان هاد الشخص اللي دار هادشي كان جاي قاصد هاد البنات، ولا ما شدوش في اقرب وقت ممكن مازال غيدير ما اكثر. 12 ساعه قبل ما يلقاو كريستين وسونيا ميتات في لابارتمون ديالهم، واحد البنت وحده اخرى سميتها كريستا هويت كانت حتى هي كتسكن في غينزفيل وعمرها 18 عام، كانت كتقرا في واحد الجامعه سميتها سانتا في كوميونيتي كوليج اللي كانت حتى هي تقريبا حتى الجامعه اللي كانت كتقرا فيها كريستين وسونيا. داك البنت كانت باغا فاش تسالي القرايه ديالها في الجامعه تبع التخصص ديال الطب الشرعي باش تخدم مع الاف بي اي حيت كان هذا هو الحلم ديالها. وهي كتقرا كانت في اوقات الفراغ ديالها كتخدم في قسم السجلات في واحد المركز ديال الشرطه. المهم داك البنت كان معروف عليها انها ما عمر ما غيبت لا في قريتها ولا في خدمتها، وخصوصا الخدمه شنو ما كان عندها ضروري كتمشي تخدم حيت داكشي اللي كانت كتخدمه كان كيعجبها بزاف حيت كيقربها للاحلام ديالها. ولكن داك النهار ما بانتش كاع في خدمتها. البوليس اللي كانوا خدامين معاها في داك المركز جاتهم في شكل حيت عارفينها من النوع اللي ما كيغيبش كاع، ولكن قالوا تقدر تكون خرجت ليها شي حاجه من الجنب على داكشي ما جاتش. الوقت كيدوز والبنت ما بانتش، وديك الساعه واحد البوليسي قرر انه يمشي لعندها للدار ديالها اللي كتسكن فيها بوحدها باش يشوفها واش لاباس. وصل عندها للدار وبدا كيدق في الباب وحتى شي واحد ما كيحل، وعاوتاني بدا كيدور على الدار وكيدق في السراجم والو. واحد من السراجم ديالها كان طويل بحال شي باب يعني وصل حتى للارض، والريدو ديالو كان طالع واحد شويه من التحت. وداك البوليسي نزل حتى لتحت وبدا كيطلب باش يشوف شنو كاين لداخل، ولكن كاين الظلام وما بان ليه والو. وديك الساعه شعل البيل ديالو وعاود بقى كيشوف، وتما كانت عاوتاني صدمه وحده اخرى. شاف البيت ديال كريستا كان كله دمايات، ومن فوق الناموسيه كانت واحد الجثه ما عندهاش الراس. رجع بالزربه اللور وهز الراديو ديالو وعيط على البوليس الاخرين، وفجاه وحلوا الدار ديال كريستا لقاو داك الجثه فعلا ديالها، كانت حتى هي محطوطه في واحد الوضعيه اللي مكشوفه واي حاجه في الجسد ديالها كان باين. واللي كيخلع الجثة ما كانش عندها الراس،
وإنما كان مقطع ومحطوط فوق الكوافوز والرأس محطوط بحال إلا كيشوف في الجسد، يعني بحال إلا رأسها كان كيشوف فيها. كما العادة قلبوا الدار مزيان ولقاو في العتبة ديال الباب العلامات ديال تورنوفيز، وحتى هي لقاو عندها العلامات ديال سكوتش في يديها ولكن ما كاينش سكوتش، يعني مولف على حيدو ليها في الاخر. ومن مور التشريح لقاو انها تعرضت لاعتداء جنسي قبل ما تقتل. يعني دابا ثلاثه ديال الناس اللي ماتوا بنفس الطريقه، كريستين وسونيا وكريستا. وواحد المعلومه واحده اخرى، كريستا كتسكن في نفس الحومه اللي كيسكنوا فيها كريستين وسونيا، وكريستا تقتلت من مور كريستين وسونيا، غير الفرق انه هي لقاوها هي الاولى. البوليس دابا محطوطين قدام قضيه فيها قاتل متسلسل عنيف بزاف، ويلا ما شدوش مازال غيدير لهم صايب الكحله. الحل اللي بان ليهم هو ينشروا هذا الشيء في الاعلام ويقولوا للناس باللي كاين قاتل متسلسل قتل ثلاثه ديال البنات ومازال لحد الان ما تشدش ومازال ما عرفوش شكون هو. وداك النهار نيت اللي لقاو الجثث ديال كريستين وسونيا نشروا هذا الخبر وطلبوا من الناس انهم يردوا بالهم يسدوا بيبانهم، وطلبوا من البنات ما يخرجوش بوحدهم في الليل ولا كانوا يكونوا مجموعين. وفي البلاصه الخبر دعت في المدينة كاملة وكلشي ولا خايف على راسو وعلى الناس اللي كيبغي وخصوصا الطلبة. المهم مشاو للمحلات وبداو كيشريو قهوة جداد، لمواس، الفرادة ديال الضو، الفرادة ديال الرصاص، المهم اللي يقدر يشري شي حاجة كيشريها. البنات ولاو خايفين من أي حاجة وما بقاوش قادين يخرجوا بوحدهم بالخوف، والبوليس خارجين في وسط من المدينة بالعشرات وكيدوروا هنا ولهيه باش يكمل القاتل يشوفهم ويتخلع وما يزعمش يدير شي جريمة واحدة أخرى. ولكن هادشي كله وهاد المجهودات كاملين ما عطاو حتى شي نتيجة. لا رد عليه اللي كان 22 غشت 1990، واحد البنت سميتها ليسا بايرز وكانت في العشرينات من عمرها ولكن ما كانتش ساكنة في جينزفيل. بالحق واحد صاحبتها كانت عزيزة عليها سميتها تريسي بولوس كانت ساكنة تما. تريسي كانت حتى هي كتقرا في الجامعة ديال فلوريدا وكانت ساكنة في واحد البلاصة قريبة لذاك البلاصة اللي تقتلوا فيها داك ثلاثة ديال البنات. داك النهار ليسا صونات عليها وقالت لها راني شفت الأخبار وشفت داكشي اللي كيوقع عندكم تما في جينزفيل راه الصراحة كيخلع، وطلبت منها أنها ترد البال لراسها. تريسي جاوبتها وقالت لها صراحة هادشي خلعني بزاف وبقوا فيا داك ثلاثة البنات اللي ماتوا، ولكن أنا ما عندي مناش نخاف حيت الرفيق ديالي في السكن غادي يحميني. تريسي كانت ساكنه في دار وحده مع واحد الدري سميتو ماني تابودا وعندو 23 عام، كان طويل وصحيح ومفورمي وقوي بزاف. هو وتريسي كانوا عزاز بزاف على بعضياتهم كاصدقاء وصافي وما عمر ما كانوا في علاقه غراميه. وفاش انتشر هذا الخبر ديال القتل في المدينه قال ليها تريسي شوفي ما عندك مناش تخافي انا ديما في جنبك وغادي نحميك. وهذا الشيء قالته تريسي ليسا، قالت ليها كاع ما تخافي عليا حيت كاين معايا ماني وديما غادي يرد لي البال. صافي ليسا قالت ليها مزيان دابا فرحتيني، وبدات ديك الساعه كتوصيها شي وصايا بحال سدي بابك ما تخرجيش بوحدك ولو للدار. وفي الاخر قبل ما تقطع قالت ليها شوفي في العشيه فاش ترجعي من الجامعه صوني عليا وطمنيني باللي راكي بخير لا انتي ولا ماني. تريسي قالت لها صافي واخا بطبيعه الحال غادي نصوني عليك وما تخافي من والو كلشي غادي يكون مزيان. الليل جا وليسا كانت جالسه حدا الفيكس كتسنى في صاحبتها تريسي تصوني عليها وطمنها باللي راها بخير، ولكن ما صوناتش وبدات هي كتصوني عليها ولكن ما كتجاوبش. جلست واحد شويه كتقنع راسها وكتقول صاحبتي غتكون بخير حيت اصلا معها الصديق ديالها اللي غادي يحميها، وصافي في الاخر مشات ونعسات. لا غدا لي في الصباح فاقت واول حاجه دارتها هزات الفيكس وبدات كتصوني على صاحبتها ولكن كما العاده ما كتجاوبش. وديك الساعه صونات على واحد الدري سميتو تومي، كان صديق ديالها وصديق ديال تريسي في نفس الوقت، كان حتى هو كيقرا في الجامعه ديال جينزفيل وساكن في واحد الدار ما بعيداش بزاف على فين ساكنه صاحبتها تريسي وماني. قالت لي عافاك راني من البارح وانا كنصوني على تريسي وما كتجاوبش، وحتى هذا الصباح صونيت عليها وما جاوبتنيش، الا كان ممكن سير عندها للدار وتاكد باللي راها لاباس هي والصديق ديالها. قال ليها واخا صافي انا دابا غادي نمشي وواحد شويه غادي نصوني عليك من الفيكس ديال الدار ديالهم باش نقول لك باللي راهم لاباس. وفعلا نض في البلاصه ومشى للدار ديالهم وما كمل حتى 20 دقيقه صونا على ليسا وكان كيغوت بقوه البشاعه ديال واحد المنظر اللي شاف. المهم فجاو البوليس لابارتمون ديال تريسي وماني، لقاو تريسي ميته، شي واحد طعنها حتى ماتت، وكانت عريانه وكانت حتى هي في وضعيه مكشوفه، ومن غير هذا الشيء لقاو عندها العلامات ديال السكوتش في يديها ولكن السكوتش ما كاينش يعني تحيد. وفي الصالون فوق من الكنابي لقاو الجثه ديال ماني، حتى هو تطعن حتى مات، ولكن الفرق هو كان لابس حوايجو وما كان حتى في شي وضعيه، كان غير متكي وصافي. وحاجه واحده اخرى لقاو لي طراس ديال شي تورنوفيس في العتبه ديال الباب، يعني شي واحد حل الباب بالتورنوفيس ودخل عندهم. بغيت غير نعرف البيبان ديال الناس برا واش مصنوعين من الفرشي، الله يعز البيبان ديالنا كيخصك دبابه الا بغيتي حلهم. المهم هذا الخبر خرج حتى هو للاعلام ودابا ما بقاوش غير ثلاثه ديال الضحايا
ولو خمسة ديال الضحايا وواحد فيهم راجل وطويل وقوي وحتى هو تقتل بسهولة بحال داك ربعة البنات الاخرين. الناس ديال غينزفيل تصدموا ودخلوا في واحد الحالة ديال الهلع، حيت مادام هداك السيد اللي كان قوي وطويل تقتل بسهولة يعني حتى شي حاجة ما كاينه اللي غادي تحميهم، حتى داك البوليس اللي كيدورو في الزناق بالعشرات ما غاديش يحميوهم. لاغداليه واللي كان الاربع 29 غشت 1990، المئات ديال الطلبة الجامعيين جمعوا الباجاج ديالهم ورحلوا من تما، سمحوا في القرايه وسمحوا في كل شيء. صافي ما بقاو باغيين لا مستقبل ولا والو، ولاو باغيين غير يعيشوا وفي الليل ينعسوا مرتاحين. وحتى اللي ما بغاش يمشي جاو عند والديه او لوالديها وداوها بزز، حيت الحياه ديال ولدهم ولا بنتهم اهم من القرايه واهم من الجامعه. البوليس داروا اليد في اليد مع الاف بي اي وخرجوا هذه المره ماشي غير بالعشرات ولكن بالمئات بهم كيدوروا في المدينه، كيكونوا يا اما كيتمشاو او لا في الطوموبيلات او لا حتى في الهليكوبترز. المهم غينزفيل وصلت لواحد المرحله ديال الحضر كبيره بزاف، وبالنسبه للناس اللي ساكنين تما اي واحد فيهم شك في شي واحد يقدر يكون هو مولف على كيصوني على البوليس وكيقولها ليهم. وفي الاخر لقاو بلي واحد السميه هي اللي كتكرر بزاف، يعني داك السميه كيبلغوا بها الناس بزاف وكيقولوا ان يقدر يكون هذا هو اللي قتل داك خمسه ديال الطلبه. وهذا السيد كان سميتو إيد هامفريز وعنده 19 عام، وكان حتى هو طالب في الجامعه ديال فلوريدا. كان في داك الايامات النيت ضرب جدته بونيه اللوجه وشدوه، وجات في وقتها النيت حيت كانوا البوليس باغيين شي سبب باش يشدوه باش يحققوا معاه. من بعد التحقيقات لقاو البوليس عنده بزاف ديال الدلائل اللي كتبين باللي يقدر يكون هو مول هاد الفعايل كاملين. اولا إيد انسان عنيف حيت ضرب جدته بونيه وما رحمها واخا كانت كبيره في السن. ثانيا الناس اللي كيعرفوه قالوا انه انسان عنيف وانه ديما فاش كيخرج كيكون هز معاه واحد الموس مخبي هنايا في السروال، وشي وحدين شافوه كيدور حدا واحد الغابه، وداك الغابه جايه حدا الاقامات اللي كيسكنوا فيهم الطلبه وحدا نيت داك الاقامات اللي تقتلوا فيهم داك خمسه ديال الناس. وثالثا الشكل ديالو ديال القتله المتسلسلين، وجهه عامر كله ضربي ديال الموس وزيد عليها عينيه نايمين حيت كيتعاطى المخدرات، وفي المحكمه بدا كيضحك مع الكاميرا وكيدير شي حركات شريره وشي شوفات. واهم حاجه فاش تشد اد وقفوا كاع داك العمليات ديال القتل في المدينه، وصافي هنا كلشي قال انه هو مول هاد الفعايل. ولكن فاش داروا ليه التحليله ديال الدم باش يعرفوا الفصيله ديال الدم ديالو لقاو عنده ا، ومن قبل كانوا لقاو شويه ديال الدم ديال المجرم في مسرح الجريمه ديال واحد من داك خمسه ديال الناس اللي تقتلوا، وفاش فحصوا داك الدم لقاوه من الفصيله بي. واخا هكاك هادشي ما كيبرئش اد من هاد التهمه، حيت قالوا انه يقدر يكون مع شي واحد اخر هو اللي كيعاونوا باش يقتلوا الطلبه الجامعيين، وداك الاخر هو اللي يكون الدم ديالو بي. البوليس واخا هادشي كله حارو حيت ما كايناش ادله قويه اللي كتبين باللي فعلا اد هو مول الفعله. الاف بي اي اقترحت عليهم يخدموا واحد البروغرام سميتو فيكاب كاين في الكمبيوتر. داك البروغرام الا دخلتي فيه التفاصيل بالتدقيق ديال شي جريمه كيخرج لك كاع الجرائم اللي كيشبهوا داك الجريمه اللي دخلتي، هكا يقدروا يلقاو شي جريمه اولا شي جرائم اللي بحال داك الجريمه ويقدروا يلقاو ادله اكثر. المهم كاينه شي منفعه تما. المهم دخلوا المعلومات بالتدقيق ديال هاد الجرائم اللي طرات لهاد خمسه ديال الطلبه الجامعيين، والبروغرام عطاهم جريمه وحده اللي كتشبه بزاف لهاد الجرائم واللي كانت وقعت في واحد المدينه وحده اخرى سميتها جيف بورت لويزيانا في 1989، اللي كانوا تقتلوا فيها ثلاثة ديال الأفراد ديال عائلة وحدة. هاد المدينة كانت معروفة بنسبة الأمان فيها طالعة لدرجة أن الناس كانوا كيخليوا البيبان ديال ديورهم محلولين والسوار ديال الطوموبيل غير قدام الباب، ولكن في 1989 هاد الشيء كله تبدل. في الجمعة ديال 3 فبراير 1989 واحد الوليد كان سميتو شون غريسون كان جابته امو للدار ديال جدو باش يحتفل به بعيد الميلاد ديالو حيت كان داك النهار غادي يكمل 8 سنين. داك الجد كان سميتو توم وكان كيعيش بوحدو مع واحد بنتو سميتها جولي وفي عمرها 24 عام، وكانت حتى هي كتقرا في الجامعه. المهم فجاء عنده الحفيد ديالو فرح بزاف وعجبو الحال وقال ليها لمو عافاك خليه عندي الويكاند كله وفي نهار الاثنين في الصباح بكري غادي نجيبو لك حتى للدار، وصافي وافقات وقالت ليه واخا ومشات بحالها. دازت الجمعه والسبت وماما ينشون ما هضرتش كاع مع ولدها اولا مع جدو باش تسول فيهم، ولكن لحد في الليل هزات الفيكس وقالت خلي نصوني على ولدي ونسولو واش لاباس وكيفاش دوز الويكاند هو وجدو. وداكشي اللي دارت بدات كتصوني ولكن حتى شي واحد ما كان كيجاوبها. ما دات ما جابت وصافي قالت غدا في الصباح بكري راه غادي يجيب ليا ولدي لهنا للدار، وصافي مشات البيت النعاس ونعسات. لا غدا ليه ولي كان الاثنين، نورمالمون توم خاصو يجيب الحفيد ديالو في الصباح بكري عند ماماه باش تديه للمدرسه حيت غادي يقرا، ولكن ما بان لا الجد ولا الحفيد. قالت مع راسها يمكن جدو دوزوني شان للمدرسه، وديك الساعه صونات على المدرسه وسولاتهم واش ولدي شون جا هاد الصباح يقرا، قالوا ليها ما جاش كاع.
وديك الساعة تما بدات كتشدها الخلعة. صونات على واحد الجار كتعرفو كيسكن حدا طوم وقالت ليه عافاك سير للدار ديال طوم وشوفوا واش لاباس هو وبنته وولدي. وقال ليها واخا وصافي مشى. غيوقف قدام الدار اول حاجة لاحظها هي الطوموبيلات ديال طوم وديال جولي، بجوج بهم كاينين تما، يعني ما مشاو لحتى شي بلاصة. ثاني حاجة لقى جوج ديال الجورنالات ديال السبت والحد مرميين حدا الباب ديال الدار، وداك الجار كان عارف ان طوم ما كيدوز حتى شي نهار بلا ما يقرا الجورنال. المهم بقى كيدق في الباب وحتى شي واحد ما حل ليه، ومشى للباب ديال الكراج وطلعوا لقاه محلول. وديك الساعه دخل ولقى واحد الباب واحد اخر اللي كيدخل للدار، ومع دخل مع داك الباب بانت ليه نيشان جثه ديال طوم مرمي في الارض كان ميت وغارق في دمه. بطبيعه الحال الجار تخلع وخرج من تما كيجري وعيط على البوليس، وفجاو فعلا لقاو طوم ميت حدا الباب ديال الكوزينه، شي واحد طعنو حتى مات. وفي الصالون فوق الكنابي لقاو شون الوليد اللي في عمره غير 8 سنين حتى هو ميت، شي واحد طعنو حتى مات. وفي ليطاج الفوقاني لقاو جولي حتى هي ميته ولكن كانت ما لابسه حتى شي حاجه، وكان الجسد ديالها في واحد الوضعيه اللي مكشوفه بزاف. ومن بعد التشريح لقاوها انها تعرضت لاعتداء جنسي عاد تقتلات. قلبوا الدار مزيان وداروا التحقيقات ولكن ما لقاو حتى شي دليل اللي غادي يوصلهم المولف على شكون هو، وبقى ديك القضيه بحال هكاك ما محلولاش. البوليس فاش شافوا هذه القضيه قالوا 100% اللي دارها هو النيت اللي قتلها الطلبه الجامعيين، حيت الوضعيه اللي كانت فيها جولي هي نفس الوضعيه اللي كانوا فيها دوك الطالبات الاخرات، وحتى الفصيله ديال الدم ديال المجرم اللي لقاو في داك الدار هي نفسها الفصيله ديال الدم اللي لقاو في وحده من الدور ديال هاد الطلبه الجامعيين، يعني بي. المهم هاد المعلومات اللي لقاو البوليس خلاوهم سر غير تما بيناتهم، ولكن شي واحد سرب هاد الخبر وقالها للصحافه، قال بلي نفس الشخص اللي قتل داك العائله اللي فيها الجد وبنته والحفيد ديالو هو نفس الشخص اللي قتل هاد الطلبه الجامعيين. ايوا الدنيا تقلبات عاوتاني، حيت هاد القاتل ما كاينش غير في غينزفيل وانما كيدور في ولايه فلوريدا كامله. البوليس طلع لهم الدم لجوج اسباب، اولا حيت عرفوا بلي كاين شي واحد في مركز الشرطه اللي كيسرب الاخبار للصحافه على برا، وثاني حاجه حيت القاتل غيكون شاف الاخبار وعرف البوليس اش كيديروا فاش كيفكروا وعرف حتى التحركات ديالهم. ولكن في الاخر هاد التسريب ديال هاد الخبر كان ليه واحد النفع كبير عند البوليس. دازت واحد المدة قصيرة على هاد الخبر اللي خرج للناس وانتشر بحال العافية في التبن، وواحد السيدة سميتها سيندي وكتسكن حتى هي في شريفبورت، يعني المدينة اللي تقتل فيها داك الجد وبنته والحفيد ديالو، كانت صونات على البوليس وقالت ليهم يمكن انا عارفة شكون دار هاد الشي كامل وعارفة شكون اللي قتل هاد التمنية ديال الناس كاملين. قالت ليهم قلبوا مزيان على الخلفية وعلى المعلومات ديال واحد السيد سميتو داني راولين، راه كان الجار ديالي هنا في شريفبورت في الوقت اللي تقتل فيه الجد والعائله ديالو. وقالت ليهم بلي واحد النهار جا عندهم للدار وجلس عندهم، وفاش جاي يخرج من الدار خرج معاه راجلي، وديك الساعه داني قال ليه بلي انا عندي واحد المشكل واللي هو عزيز عليا نطعن الناس بالموس. فاش راجلها جا عندها وقال ليها هاد الشيء في داك النهار نيت مشاو لعندو قالوا ليه عافاك ما تقربش لجهتنا وما تعاودش تجي لعندنا للدار. وديك الساعه جاوبهم داني وقال ليهم انا اصلا ما غاديش نبقى في هاد المدينه، غادي نمشي لواحد المدينه وحده اخرى سميتها غينزفيل وغنبقى النهار كله كنشوف البنات الزوينات. غينزفيل اصلا كانت معروفه بالبنات الزوينات وبالشباب بصفه عامه، حيت تما عندهم الجامعات بزاف وكانوا كيقراو عندهم تما الناس بزاف، يعني كيجيو من كاع الولايات في امريكا باش يقراو تما. وفي الاخر قالت لهم بلي داني ديما كيهز معاه واحد الموس كبير هنا في كرشوف السروال ديالو كيخرج كيدور به. وصافي ديك الساعه سولوها وقالوا ليها واش كتظني ان هاد السيد اللي قلتي لينا يقدر يقتل 8 ديال الناس؟ وجاوبتهم وقالت لهم اه يقدر. صافي تما البوليس قلبوا الاهتمام ديالهم كله لداني وبداو كيقلبوا في حياته كيفاش عاش وشنو كيدير. لقاو انه عاش طفوله قاصحه بزاف حيت باه كان عنيف لواحد الدرجه كبيره وكان تقريبا يوميا كيضرب داني ومعيشو في الويل. وفاش كبر مشى تسجل في العسكر ولكن ما داش بزاف جراو عليه حيت ما كانش مستقر عقليا، وغي خرج من العسكر مباشره بدا كيسرق الناس وكيهجم على المحلات بسلاح وكيسرقهم، وكان كل مره كيتشد وتقريبا 80 كاملين دوزهم في الحبس حتى 1989 عاد خرج ومشى نيشان لشريفبورت فين كيسكن والديه باش يسكن معاهم، ولكن والديه ما بغاوش وقالوا ليه ما تسكن معنا ما نسكنوا معاك سير دبر على راسك. وحيد داني ما عنده فين يمشي لصق عليهم تما وقال لهم انا ما عندي فين نمشي هنا غادي نعيش، وفي الاخر خلاوه. وواحد النهار دبزوا واحد المدبزه كبيره هو وباه لدرجه باه هز عليه السلاح وقال ليه هالعار لما خرج من داري وبعد مني. داني صعر ومشى للطوموبيل وجاب من تما واحد السلاح وجا نيشان عند باه تيرا فيه بدون تردد وخلاه
تما وهرب. لحسن الحظ تعتق باه وما ماتش، وفجاو البوليس وبداو كيقلبوا على داني باش يشدوه، ما لقاوهش وغبر ليه الحس في مره. البوليس فاش بقاو كيشوفوا هذا الشيء كله قدامهم وهذه الحياه اللي عاشها داني، قالوا 100% هو مول هذا الفعيل، حيت ديجا مولف بالعنف. وهما مازال كيبحثوا في المعلومات ديال داني، واحد المحقق تفكر شي حاجه، قال لهم واش عقلتوا على داك البنكه اللي تسرقات في داك السيمانه النيت اللي تقتلوا فيها داك الطلبه الجامعيين بخمسه ولكن ما لقيناش شكون مولف عليها؟ المهم في داك السيمانه اللي تقتلوا فيها داك الطلبه بخمسه بهم، واحد البنكه كاينه في غينزفيل هجم عليها واحد الراجل داير الماسك وكان عنده سلاح، وبدا كيهددهم، قال لهم عطوني كاع الفلوس اللي عندكم اولا غادي نقتل شي واحد. السيده اللي كانت خدامه تما بدات كتجمع ليه فلوس في واحد الساك، وبلا ما يشوفها لاحت ليه تما واحد الجهاز كيتفرقع بواحد اللون الصباغه. داك الجهاز فاش كيتفرقع كيضيع كاع الفلوس اللي كيكونوا في الساك بشي لون، يا اما احمر او ازرق. كيخدموا البنكات بزاف باش الا سرقهم شي واحد كيضيعوا ليه داك الفلوس، وفاش كيمشي الشفار باش يصرفهم كيكون فيهم شي لون، والناس كيعرفوهم مسروقين وما كيشدوهمش من عنده. هز داك الساك ديال الفلوس ودخل في وسط من الغابه، وفاش جاوا البوليس حتى هما دخلوا في وسط الغابه باش يقلبوا عليه. ومن بعد واحد المده هما كيقلبوا في وسط من داك الغابه، لقاو واحد الخيمه لداخل في وسط من الشجر، وفي وسط من داك الخيمه لقاو الفلوس اللي سرق كانوا ضايعين باللون الاحمر، ولقاو واحد الطورنوفيس وواحد المسجله صغيره، وفي وسط منها كانت واحد الكاسيت. البوليس في داك الوقت كان الهم ديالهم الوحيد والكبير هو يشدوا القاتل المتسلسل اللي كيقتل هاد الطلبه الجامعيين، كانت هذه هي الاولويه ديالهم. وهاد السرقه ديال البنكه ما تسوقوا ليهاش، قالوا خلي بعدا نفكوا الحريره ديال هاد السيد اللي كيقتل لنا الطلبه، وديك الساعه نشوفوا في هاد القضيه ديال هاد السرقه. وصافي جمعوا هاد الشيء كامل وداروه في بلاستيكات وداوه للمركز القسم الادله، وما تصنتوش كاع لداك الكاسيت اشنو فيها. وفاش كانوا كيشوفوا في الدوسي ديال داني وداكشي اللي دار في حياته، واحد المحقق تفكر هاد القضيه وقال ليهم يقدر يكون داني هو اللي سرق داك البنكه، حيت هو ديجا سرق البنكات من قبل وعنده سوابق في هاد الشيء. وحاجه واحده اخرى، هاد السرقه كانت في داك السيمانه اللي ماتوا فيها داك خمسه ديال الطلبه. غيسال هاد المحقق هضرتو مشاو كيجريو القسم الادله وجبدوا داكشي اللي لقاو في داك الخيمه وبداو كيقلبوا فيه، ولقاو داك الكاسيت وداروها في واحد السجاله صغيره وبداو كيتصنتوا. وديك الساعه كاملين بهم تصدموا، في داك الكاسيت شي واحد سجل راسو كان كيغني وكيقول انا هو القاتل المتسلسل اللي كلشي كيقلب عليه، وكان كيشرح تما كيفاش يخدم بنادم الموس ويقتل به بسهوله. وفي الاخر عرف راسو وقال سميتي داني راولين، يعني السيد اللي قتل داك الطلبه بخمسه بهم كان مخيم غير في داك الغابه حدا الاقامات اللي ساكنين فيهم. ومن غير هذا الشيء داك الطورنوفيز اللي لقاو عنده في الخدمه لقاو ان الحجم ديالو جاي نيشان مع ليطرس اللي كانوا كيلقاو في العتبه ديال الباب ديال داك الضحايا بخمسه بهم. واهم حاجه فاش رجعوا للدوسي ديالو ديال العسكر لقاو ان الفصيله ديال الدم ديالو هي بي، وهي نفس الفصيله ديال الدم اللي لقاو في مسرح الجريمه. دابا البوليس عندهم الدلائل كامله باش يمشيو يشدوه، وفاش مشاو بداو كيقلبوا عليه فينا هو لقاوه ديجا مشدود بتهمه السرقه، يعني وفر عليهم داك التعب ديال انهم يقلبوا عليه فين كاين. المهم على داك التهمه ديال السرقه زادوا ليه البوليس التهمه ديال القتل ديال خمسه ديال الطلبه الجامعيين، وما صلحش ليهم يزيدوا ليه حتى القتل ديال داك الجد وبنتو الحفيد ديالو حيت ما كايناش ادله كافيه. في الاول داني نكر كلشي وقال ليهم انا باري وما درتش هاد الشيء، ولكن فاش دازت 4 سنين وفي 1994 في المحاكمه ديالو بدل هضرته كامله واعترف بكلشي وقال ليهم انا هو اللي قتل داك الطلبه بخمسه بهم. وعاودت واحد المده قصيره واعترف وقال انا اللي قتلت الجد وبنته والحفيد ديالو، وقال القاضي باللي دار هاد الشيء كله باش يكون مشهور بحال تيد باندي. على فكره انا ديجا هضرت على القاتل المتسلسل تيد باندي، اللي بغى يعرف القصه ديالو راه كاين عندي فلاشين. داني اعترف بكلشي واعترف بكاع التفاصيل ديال الجرائم ديالو، والصراحه داك الشيء كيقطع في القلب. نرجعوا للجمعه ديال 3 نوفمبر 1989، هو داك النهار اللي داك الام جابت ولدها لعند جدو باش يدوز معاه حفله ديال عيد الميلاد. في داك النهار جراو على داني من الخدمه اللي كان خدام فيها، كان خدام سرباي في واحد الريستورون. هذا الشيء عصبو بزاف ودار ليه القلق وخرج كيدور في الحومه، وقال الحاجه الوحيده اللي غتحيد ليه هذا القلق هي نقتل شي واحد. مع جوي 6 ديال العشيه لقى راسو واقف قدام واحد الدار وبانوا ليه الناس من الداخل كيتحركوا، وقال مع راسو هاد الدار الناس اللي فيها كاملين غادي نقتلهم. مشى جهه الباب ولقاه محلول وخرج من كرشو داك الموس اللي كيهزو معاه ديما. في الصالون كان متكي شون اللي في عمرو 8 سنين كان كيتفرج في التلفازه، وبدون تردد مشى عنده داني هو الاول وبدا كيطعن فيه حتى مات. من تما مشى الكوزينه اللي كان فيها الجد وكان كيوجد العشاء، وحتى هو جمع ليه وبدا كيطعنو حتى مات. وديك الساعه طلع عند جولي اللي كانت يلاه دوشات وكتوجد راسها باش تمشي لواحد العرس، وهي كتصايب شعرها مع المرايا قشعاتو قدامها في المرايا ودارت مخلوعه. وديك الساعه خرج عندها وقال لها راني قتلت داك الراجل الشارف اللي كاين لتحت والولد الصغير،
وإلا ما درتيش داكشي اللي كنقول لك بالحرف غادي نقتلك حتى نتيا. بطبيعه الحال بدات كدير داكشي اللي كيقول ليها، ربط ليها يديها بالسكوتش وتعدى عليها جنسيا وحتى هي طعنها حتى ماتت. ومن بعد حيد ليها السكوتش من يديها ودارو في الجيب ديالو وعراها حيد ليها داكشي اللي بقى ليها من حوايجها وحط ليها جسد ديالها في واحد الوضعيه اللي مكشوفه بزاف. دازت 10 شهور على هذا الشيء، وفي وش ديال 1990 فاش كان داني دابز مع باه وتيرا فيه وكنهرب راه كنمشى لجينزفيل، حيت من ديما كيحلم يمشي لتما حيت داك المدينه كتكون عامره بالطالبات. فاش مشى لتما في واحد الغابه كبيره كاينه تما حتى الاقامات ديال الطلبه، دار واحد الخيمه لداخل والاغلبيه ديال الوقت كيكون تما الا خرج غير باش يسرق. ولكن في 23 غشت وهو جالس في داك الخيمه فجأة نحس بواحد الرغبة شديدة في القتل، وقال ضروري اليوم خاصني نشبع الرغبة ديالي. بقى جالس في الغابة حتى ظلام الحال وخرج من تما باش يقلب على شي ضحايا، وهز معاه الموس ديالو والفردي والطرنوفيس. قبل ما يخرج من الغابة لقى راسو قدام واحد الإقامة كيسكنوا فيها غير الطلبة، وبقى كيشوف وتما فين شاف كريستين وسونيا وبقى حاضيهم وكيشوف اين ابارتومون غادي يدخلوا فيها. وفاش جمع كاع المعلومات اللي بغا صافي خلى حتى النصاصه ديال الليل ودخل بالتخبيه لداك الاقامه وطلع مع الدروج ومشى لابارتومون ديال سونيا وديال كريستين وجبد داك الطورنوفيز وبدا كيتقاتل مع الباب حتى تحليه وصافي دخل. مع دخل لقى كريستين نعسه فوق الكنابي في وسط الدار، وسونيا كانت في بيت النعاس حتى هي ناعسه. وقف واحد شويه كيفكر شكون اللي غيقتل وشكون اللي غيتعدى عليها جنسيا، وفي الاخر قرر انه غيقتل سونيا وغيتعدى على كريستين. دخل عند سونيا بالحس ودار شويه ديال السكوتش في يديه والموس في اليد الاخرى، وفي لحظه دار لي هذاك اليد على فمها وبدا كيطعنها باليد الاخرى حتى ماتت. خلاها بحال هكاك ومشى لعند كريستين اللي باقيه ناعسه وفيقها وفقت مخلوعه حيت راجل غريب وقف ليها حدا راسها ويديه كانوا كلهم دمايات. قال ليها شوفي راني قتلت صاحبتك وانا ما درتيش داكشي اللي غنقول لك حتى انت غنقتلك. صافي بدات كتبكي وربط ليها يديها بالسكوتش وحيد ليها حوايجها وتعدى عليها، وفي الاخر حتى هي طعنها بالموس حتى ماتت وحط ليها الجسد ديالها في وضعيه مكشوفه بزاف. من بعد رجع لسونيا وحتى هي حيد ليها حوايجها وحطها في وضعيه مكشوفه، وعاد ديك الساعه خرج من لابارتمون وسد الباب من موراه. رجع للخيمه ديالو وكان فرحان وكيحس بالفخر على داكشي اللي دار، وكانت باقا عنده الرغبه انه يزيد يقتل. من بعد 8 سوايع هو جالس في الخيمه ديالو صافي في الاخر ما بقاش قادر يصبر، وخرج كيقلب على شي ضحيه اولا شي ضحايا وحدين اخرين، وهي تبان ليه واحد البنت داخله للدار ديالها، وداك الدار ديالها عرف بلي كتسكن فيها بوحدها. داك البنت كانت هي كريستا هويت. قال غنمشي نضرب دوره حتى تخوى الدنيا ونرجع باش نقتلها، ولكن فاش رجع وحل الباب بالطورنوفيس ودخل لقى الدار خاويه والبنت ما كايناش. في بلاصه ما يمشي بحاله هو قرر انه يجلس تما يتسناها، ومشات تخشى في الماريو ديالها وسد عليه وجلس مخبي كيتسنى. ومع ديك 11 ديال الصباح رجعت لدارها وهو يخرج ليها من فوسط الماريو في يديه الموس وبدا كيهددها. قال ليها الا ما درتيش داكشي اللي غنقول لك غادي نقتلك. وحتى هي دار ليها سكوتش في يديها وتعدى عليها وطعنها حتى ماتت، وفي الاخر حط الجسد ديالها في وضعيه اللي مكشوفه بزاف وصافي رجع للخيمه ديالو. ولكن فاش قلب الجيب ديالو لقى انه نسى البزطام ديالو في لابارتمون ديال كريستا، وصافي رجع وفعلا لقاه تما. وقبل ما يخرج من لابارتمون ديالها بدا كيفكر وقال يمكن غيكون حسن الى حيت ليها راسها، وداكشي اللي دار حيد ليها راسها وحطو فوق من الكوفوس في داك الوضعيه بحال الا كيشوف في الجسد ديالها. وعاد ديك الساعه رجع للخيمه ديالو بكل فخر وافتخار. كريستا تقتلت من قبل من سونيا وكريستين، غير هي لقاوها قبل ما يلقاوهم هما. في الاثنين 27 غشت 1990 يعني غير يومين من مور ما قتل داك البنات بثلاثه، عاوتاني خرج من داك الغابه وبدا كيقلب على ضحايا جداد، وشويه لقى راسو واقف قدام واحد الدار اللي غالبا كيكريوها غير الطلبه. صافي كما العاده حل باب الطورنوفيز ومع دخل فوق من الكنابي لقى مانيكان ناعس وبدون تردد مشى لجهتو وبدا كيطعن فيه بالموس حتى مات. وهو كيطعن فيه داك البنت اللي كانت ساكنه معاه واللي قلت لكم قبيله سميتها تريسي كانت كدوش وسمعت الصداع وخرجت بالزربه كتجري وهي دايره الفوطه باش تشوف شنو كاين، وتما بان ليها داني كيطعن في الدري اللي ساكن معاها، ورجعت كتجري لبيتها وسدت عليها الباب. داني فاش سلم داك السيد مشى جهه الباب ديال البيت اللي كاينه فيه تريسي وبدا كيدفعو وكيحاول انه يحلو، وهي من الداخل كتغوت وكترغبو باش يخليها تعيش، وفي الاخر قدر يحل الباب. غير دخل عندها سولته وهي مخلوعه قالت لي واش انت هو السيد اللي كيقتل الطلبه؟ قال ليها اه هو انا. وديك الساعه قال ليها الا
درتي داكشي اللي غنقول لك انت ما غنقتلكش. اي وحده كتيق هاد الكذبه اللي اصلا باينه كذبه. المهم حتى هي سكوتش في يديها تعدى عليها وفي الاخر قتلها وحطها في داك الوضعيه المكشوفه وصافي خرج من تما. ولا غدا لي كمشى سرق داك البنكه اللي عطاو ليه مع الفلوس داك الجهاز اللي كيتفرقع وكيضيع الفلوس كاملين. وغدا استشار عاوتاني مشى حاول باش يسرق بنكه وحده اخرى وتما شدوه البوليس والنيت تما باش عرفوا انه هو القاتل المتسلسل اللي كيقلبوا عليه. من بعد ما اعترف بهذا الشيء كامل حكمت عليه المحكمه بالاعدام. وغدا 16 عام وفي 25 اكتوبر 2006 البوليس داو داني للقاعة ديال الاعدام باش يتعدم. كان عادي وما قدم حتى شي اعتذار للاسر ديال الضحايا اللي كانوا جاو تما باش يشوفوه كيتعدم. وقبل ما صافي يساليو ليه حياته سولوه وقالوا ليه شنو هي اخر حاجه بغيتي تقول. وديك الساعه بدا كيغني واحد الاغنيه ديال الكنيسه. ومن بعد 13 دقيقة صافي تعلنات الوفاة ديالو وكانت هكا تسالت الحياة ديال داني راولين. وبالنسبة لذاك الدري اللي كان سميتو إيد هانفريز اللي قلت لكم كانوا شدوه البوليس حيت ملخ جداتو وكانوا شاكين فيه بلي هو القاتل المتسلسل اللي كيقتل الطلبة، صافي كانوا طلقوه من بعد 10 شهور ديال الحبس. كانت هذه هي القصة ديال اليوم. شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. وكما العادة نتلاقاو في قصة جديدة. تهلاو.